الجار العصبي او اللي منفسن الجزء الثاني نزلت يا جماعه. طبعا من اصعب المبات او اللعب اللي هنلعبها النهارده، بس ده مش عليا لان قاهر الكر موجود هنا، والنهارده باذن الله هنوصل للنهايه. بس ده مش هيحصل غير في حاله واحده بس، انكم توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك باذن الله نوصل ونشوف النهايه. ولا لازم تزود ده صح؟ اخلى دفعة اكلتك يعني وسط. لا يا جماعة بصوا، خلينا ندوس لعبة جديدة. بس الله يسلم عليكم، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ كله تمام 100 100؟ عملت لايك ولا لسه؟ خلينا نخش بقى ونشوف البداية ونلعب اللعبة مع بعضينا. طبعا اللي انا عملته شفت بس اللعبة من بره اكشن حركات، قريت عنها شوية، عرفت ان في غراب شرس. خلينا نشوف هو ده اللي قريته. اوكي ده حبس الجر، اعوذ بالله يخرب عقلك، ده حبس جوه في البيت هنا. ايه اللي وانا قاعد براقب الجو؟ بصوا قهر الخربان والله. بس الغراب في اللعب الرعب على طول دايما موجود. ده هو اللي خطف الجار وحط المفتاح في الفرن. ايه ده، وانا هتشوي النهارده ولا ايه؟ ما اتفقناش على كده يا عم الغراب. هو فين الجار؟ اوكي معايا ادوات زي العنب. وفي انا بعمل ايه؟ استنى يا عم، الله عليك يا ابو اللزليز، ده انت محترف قوي. ركز. اوكي راقب الجو من بعيد، اخينا قاعد هناك. اها طبعا العربيه بتاعتنا دي اللي هنحط فيها كل الحاجات اللي هنجمعها هنحطها في المخزن ده. فخلينا نشوف كده نشيك. والله في غربان في كل مكان. يا غربان مش مالي عينيكم ولا ايه؟ والله شويه بتات. ايه عندنا القفل هنا السوسه ماشي، وعندنا في مكان هنا فوق في الفرن شغال. تمام، عايزين نجيب المفتاح وعايزين نجيب القفل. الصوت الغريب ده، ركز يا ابو اللزليز. بس في حاجه عايز اقول لكم عليها، لو احنا جينا بصينا هنا في خشب، يعني احنا كده محتاجين ادوات ثانيه. ومين اللي بيمشي؟ يخرب عقلك ولا خراب والله. تعال تعالى يلا، انا مكبر هنا. في حاجه هنا؟ لا والله. هو مال المكان كبير قوي كده ليه؟ والله البيت بتاعه التعبان ده. وايه البيت العظم على العظمه ده يجري بسرعه باللوزريز؟ مش عارف ليه مش هو فين بيتي اساسا؟ انا شكلي ما عنديش بيت ولا بقول لكم انا هطلع كده شويه سريع نشوف الوضع عامل ازاي؟ اطلع هنا يا معلم، يلا جامب. المفروض اللي في اللعبه ضافوا حاجه جديده في الجامب، نقدر نعمل دبل جامب. ايه ده يا اخويا؟ نط كده بسرعه. ايوه اظبط نفسك، يخرب عقلك الغراب بتفسح. لا والله جاي لي، استنى يا عم، والله جاي لي. انا بيهزر ولا لا؟ يخرب بسرعه في الازاليز. والله ده لسه في البدايه شافني ولا ايه؟ هو ازاي طلع من المكان ده كله يتمشى؟ حلو اتشعبطت والله، بس رميت البتاع بالغلط تقريبا. بيدور عليا والله. هنعمل زي الجار، هس خلي بالك هو بيسمع ولا بيشوف ولا ايه الكلام ده؟ والله مجموعه عصافير على غربان قاعد في عش انا. يخرب عليك ده بيطير سبايدر مان، والله طلع اسوء من سبايدر مان. اجري بسرعه بسرعه بسرعه. الغربان بيغششوه الاحداثيات بتاعت ابو اللزاليز. حته غراب ولا راح ولا جه يعمل قلق في المنطقه كده. الله انت عايز اللي يروقك، صبرك بس عليا. وده كمان اوكي، واحد واقف هناك والله ده شكله محقق ده ولا ايه؟ ربنا يستر. واحد تاني لا والله كميه غربان في حبل هناك كي زي العنب. كمل. في حاجه هنا كمان، في عندنا زي كب. والله في زي كب. في تاني في تاني شيك والله البتاع ده بينقذني. بص كده سريع سريع، يمكن نلقف حاجه كده اليمين او الشمال. ايه يا ابو اللزاليز عليك سهر ولا ايه؟ اسكوب سته في عينيك. اطلع بسرعه بسرعه لقيت الحمد لله حاجه يا معلم. خدها سريع سريع، حته باركور كده نقدر نطلع فوق. اهم حاجه نخلي بالنا من الغراب الغدار ده والله، احسن نقعد معاه في العشه النهارده. يلا انا مش عايز افقس بيني وبينكم. يلا ابو اللزاليز فين الباركور؟ مفيش، شكله جه. اطلع اطلع يا جنع. يلا في ايه؟ مش عارف والله.
مش عارف اوصل لك اول حته. وشفته بيطير والله، شفته من هنا قريب من المكان، شكلنا عملنا قلق في المنطقه. طب انا هتصل لك وبعدين حاول اطلع من هنا، اطلع اطلع. اوكي خلينا نشوف طريق تاني. طيب طالما الطريق ده متنيل خلينا نشوف جنب تاني. ايه الصوت ده؟ في حاجه بتكتك يا جدعان. يلا حلو حلو، الله عليك. هو ايه التكتكه دي؟ يلا يلا حلو. زي كني في حاجه بتتكتب او في حاجه هتتعمل فينا والله، ربنا يستر. يلا 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 حلو يلا. ايوه حلو. اوعى توعى. الله عليك يا وحش، اوعى تقولي هكمل فوق، حرام عليك. انا طلعت فوق بالعافيه هنا. ايه؟ واحده واحده. بيني وبينكم المنظر يخوف، خلي الواحد مقلق، هو اكتر مقلق من غير اي حاجه. نقدر ننزل هنا؟ هي مش عايزين ننزل جوه البيت، احنا عايزين بس نمشي على الحته دي. هو انا اكمل الطريق معمول ازاي؟ انا ما فاهم انا اي حاجه. يلا يلا جامب. ايه؟ اطلع 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 جامب هنا. اكيد ان شاء الله في طريق. انت بتستهبل عايز ننط في كل دي جامب؟ عايز باركور المحترفين، تجري هنا يا معلم وتنط جامب. دي يا ابو لازريز. يلا الله عليك يا وحش. الحمد لله الحمد لله. ايه يا واد؟ 100,000 الله عليك يا جدعان، شغل جامد اهو. تتطفى الباركور وبتفرهد. تعالى يا غدار، انت رحت فين انت وغير بارك فرحان بيهم؟ خلينا شايف كده من بعيد لبعيد. فينك على الغربة؟ كيد العشه بتاعتكم بقى اللي عاملين فيها الرباطيه، شغل عصابات، شغل غربان والله. اعوذ بالله. خلاص يا عم انا اسف، قلت له طريقني يا عم. حبيبي اخضر، اخد الكرسي احتياطي. ايوه هات بقى الكرسي. تعالى انا هربيك والله، اطلع يا جبان. ممكن يعملها صح؟ اه شفت شفته تحت، شفته تحت والله. هيجي. اوكي حلو جدا، شافني. ها حبيب تعال تعال بقى الكرسي على دماغك ده. ايه شوف السوسه هيتجن ويطلع لي. بقول لكم انا عايز اهرب من هنا. فين العربيه بتاعتنا؟ عايز يطلع لي هو كمان، شايفني. ازيك يا عم الغراب؟ عامل لي فتح مع العصابه ولا تبع المافيا انت ولا ايه؟ يا رب بسرعه بسرعه. عايز اضحك ابو لاسريس في الاخر يفنشك. فكر انزل على دي الاول بس ما اروحش فيها. ايوه حلو حلو، خطتك استراتيجيه. لا اخر حاجه. ايوه يا رب يا رب يا رب ما يشوفني. يلا يا رب حلو حلو يا رب. الله عليك يا وحش. فين بقى العربيه بتاعتنا تقريبا؟ هي دي والله ما عارف. اه هي دي ان شاء الله. اخر حاجه ونخلع على السريع، ممكن نطلع عند فرصه والله فرصه. ايه رايكم؟ بسرعه بسرعه نظبط الكلام، بس اهم حاجه اعرف اوصل. نطلع التلاجه دي بسرعه سريع. خلاص احنا بينا ازازه في البراكير يا معلم. كمل تي وبعدين. والله دي تصدق صعب. ظبطت معايا زي العنب الحمد لله. كمل كمل. الله عليك يا وحش. ممكن نحط الحبل ده سريع سريع. ايوه خلي بالك يا وحش، اوعى توقع بس. ايوه حط الحبل. حطه. شافني ها؟ استنى يا عم الغراب، ها؟ شافني الغراب ولا ايه؟ تقريبا شافني. كده كده سيبك. اوكي معيش غير المنظار. تعالى انا تحدينا لهم. شكلك هتتضرب النهارده. ظبطت الحبل صح. اهم حاجه انجزنا. نبدا بقى نعمل الخطه الثانيه. اعوذ بالله. جيب بسرعة. يا رب يا رب يا رب. والله اتدمشت. هيتجن وهيجيب. ايوه 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 مش شايفني. شافني يخرب عقلك. هو اللي بيعمل دوشة والله. اخد الزبالة؟ اوكي بيلمها. لما تقول لي يا عم انت شغال في عامل نظافة. يخرب عقلك. فين بقى؟ بصوا كده كده احنا مش محتاجين مش محتاجين نويهات يا عم. مش هيخسر. خلينا نخش كده سريع سريع نجيب دي ونجيب دي. خلينا بس نشوف معانا دي. اوكي طب دي ايه دي؟ اها حبيبي. جاي لك يا عم الغراب. طب الله زريزه جاي يروقك.
شم 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 تاني. ايوه الفاري قاعد جوه. ها الفاري قاعد وسط على طول دايركت يا معلم قاعد بكبلني سحب. طب نراقب عشان نراقب النتهايه ده. اعوذ بالله اقدر احطها هنا؟ ده كان بيريح ولا ايه؟ ايه انا مسك نفسك ولا بيعمل شربصات ده ولا ايه؟ قاعد بيستقبل جوه البيت ما حقه. اتحرك ولا ايه الكلام؟ قول التشيز يلا. ايه ده؟ اه في الكاميرا دي مفيش زوم. الله 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 بيرفكت بيرفكت. حط يا معلم على الكود. عينك على الكود يا ابني. يلا اكتب انا الكود انا الباسورد كام. خلص وقتي من زاب. روح اكتب الباسورد. يلا نسجل مع بعض. اوكي هتعمل لي فيها شمبانزي. الله يرتشي. لازم نكتب الكود. عايزين نخش الاولى دي فيها حاجات مهمه جدا. فلو نظبط الخطه تبقى 100 100. نسحب بس الاستاذ بحيث يقدر يخش الاوضه. فانا بفكر اجيب بوكس وقعد في جوه هنا يخش يشيك براحته ولا هيخش. ايه يا ابني اهدى شويه بطر شقاوه بقى. الله عمال يلعب في البيت مش مانع عينك انا ولا ايه؟ خلص اخويا بقى انت تعرفنا. نزل تحت. اوكي ساب كل حاجه ومشي. قال لك يا عم وانا مالي ظبط انت مع نفسك. طب الكلام نعمل الخطه الثانيه طلع فوق تاني. يا جدع ما تشوشنيش معاك. انا والله محتار بيني وبينكم. هخليها على الكود لو حسيت باي قلق في المنطقه. انت فين يخرب عقلك؟ طلع بره البيت. ها يا انا ايه ده؟ ايه ده يا عم الغرار؟ يا رب يا رب بسرعه بسرعه بسرعه. اه والله مسكني مسكني يخرب عقلك. بس 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 شدني من روح. لا رمى حاجاتي الغدار. بس 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 اهم حاجه عندي دي. شكرا الحمد لله. حبيبي زي ما انت عايز عيش. والله خد البوكس يا عم ده انا هعلمك الادب. صبرك عليا يا غدار. تعتفر بالوزاريز بره ما عادش. ده اكرام الضيف. انت بهدلت الضيف يا جدع. الله ايوه اطلع 100 100. خلينا نشوف دي بقى كده سريعا. اخد الحبل اخد الحبل يا جدعان. بينك تعالى يا فاري يخرب عقلك. اخد الحبل هات الحبل. الله صغير الله رماني بره وضع الحبل المفتري يا غدار. عايز مني ايه تاني؟ سيبنا الله يسهل لك يا عم. ده انت غراب غلس مفيش اغلس منك والله. اخر قله ادب. حذف ابو اللزنيز ولا كله موجود. يبقى الخطه بتاعتي ما ظبطتش. لازم لما اظبط الحبل اخده منه مره ثانيه. يلا يا اخي انا مش ناوي تكتب الباسورد ولا غلبتني معاه. خلص. اوكي. حس في قلق ها؟ والله والله بقيت اخاف من اي حاجه والله. اوكي لازم اكون قريب من الكاميرا. يخرب عقلك. الله جاي 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 سبايدر مان سبايدر غرب. طب انت معاك ليجيت باك وانت اساسا معاك جناحات يا ولد. شافني تاني؟ الله بيبوش عليا من وسط البتاع بشوف. اجري يا عم انت معايا ايه في سنايبر يا جدع؟ ايه ده يا عم الغرب؟ والله شيء يخرب عقلك انت من غير جناحات وطياره طلقه. الله تقولش معايا ايه ده؟ يا رب يا رب يا رب. ايه ده يا عم الغراب؟ هدي 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 على هادي يا معلم. ايه ده واحدة 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 مش مستعجل. يا عم العشة قدامك خش اقعد فيها بقى مش حد منعك. هدى مجموعة الصناديق دي كده يا معلم ما ينفعش. اكيد وش مش لقطة لازم اقرب اكتر من كده.
غريب يا جدعان، هو في ايه الغراب المنحوس ده؟ الملعون والله. يا عم الغراب، السلام عليكم. ما شافنيش يا حول. على حته غراب حواليك والله، اصحابك بينادوك. تعال انت مصدر الطرشه براحتك، انت اللي خسران. خد العلبه بتاعتهم والله، بهدل لك البيت المعفن اللي انت فرحان بيه ده. ايه هو انا جت لي فكره، اخد الزباله. ها الزباله بتاعتك يا اخويا، انا اعمل الشغل عمال انت ما تيجي، خليك انت قاعد مكمبر. نروح نشوف الكلام، خش يا ابو اللذاليز هات الزباله يا معلم، احدف جوه كي، واعمل لي فرن يخرب عقلك. يا ها دلوقتي جيت اخويا، بدا يتعفرط. ها بدا يتعفرط وجاي لابو اللذاليز. انا اول ما يمسكني همسك البوكس احدفه عليه. اوكي خديني مكمبر، لابس نظارة من امتى والله؟ ركز جاي ولا مش جاي، ولا انت كان ولا انت بتفكر بتشاور عقلك؟ الحمد لله الموضوع هدا. ها اجري بسرعة يخرب، اعوذ بالله يا جبني ده. يا عم يا فقري، يا فقري منك لله، هدفنا والله. طب حاجاتي فين؟ جاي تاني. ها منك لله يا جدع، ولا دوت بتروح عليا ولا ايه الكلام؟ حرام والله الكاميرا حرقه بقى، ازاي اخد بصورتي ازاي يا جدع؟ اطلع بسرعه، اطلع ابو لطريس هيطلع ينتهي. خليك اخويا قاعد فين؟ انا الحاجات الزمن. اوكي ناخد دي خلاص، مش عراك خلاص، نهدي كده الوضع نمشي من هنا. وقعت تاني بالغلط، ايه ده يا عم الغراب؟ ناخد بس حاجات خلفتني معاك، نفسي تبطل شعره تروح تكتب بصورتي، خلفتني يا جدع. خلص بقى يا عم، يومك اخضر يا عم الغراب، انت واقف على الشباك شايفني يا اخويا. خلص يا عم، والله ما انا بحكي، انا بفهمك انت عايز ايه بالظبط، عايز بس يروح هنا يكتب الباسورد الموضوع انتهى. طب الفقر ده ناوي على ايه؟ بص اتحشر في خرب عقلك، انت هتخش ولا تطلع ولا اخش؟ لا يا جدع، هو انا قلت له بالصندوق بلوزانيز يخرب عقلك والله، رميت كل حاجه عليه، اول ما اتحركت اتحركت استهبل وحطيلي ترابات في كل مكان. حاجات يا ولا، اطلع بسرعة والله ما اسيبك يا لاد. سيب يا مفتري، هات بقى شوية، هجيب انا شوية حاجات من عندك هنا. ايه باسكت؟ تعال حتى فزت على نفسك، تعال يا اخويا، تعال انا غراب والله، ما كانتش غرابة حد. اوكي ايه ده، انت جايب لي طفاية؟ يخرب عقلك والله مفتري، حدفني في اخر الماب. ماشي انت مش ناوينا على خير. ها خير اخويا، خلي الجيت باك ينفعك. طيب نرجع لعربيتنا، اهم حاجه ما سرقش حاجه. والله الغار غلبني الغار، والله الغراب، الله انت اكتب يا جدع على البتاع يا جدع. والله انا قعدت ادور عليها، استنى كده اشوفها، يا رب تكون صح. اخيرا افتح، افتح انها الحريه، حريتي ايه في الفلازاليز؟ 100 100. خلينا ناخد الادوات، والله البيت الغراب غريب جنني. خلينا ناخد بس حاجه، اوكي نفتح هنا بسرعه، يلا شيل شيل شيل. اوكي بتتشال زي العنب، يلا الثانيه، يلا يا غربان يا عصابات. ها تكتبوا على ابو اللذاليز اللي فتح الباب، شيل ده كمان. ايوه احتياطي، يا ساتر ده الباب الرئيسي، اقفل يا جدع اقفل بسرعه. يلا والله في كاميرا المراقبه، والله الغرق متجمعين على الادوات، والله كتر خيركم، اول مره تعملوا حاجه عدله. لا ولا زليز، لحظه واحده عايزين نطلع جنب، ينفع من هنا؟ ايه والله انت بتشوف هنا باركور، حاجات غريبه ممكن تظبط معاك. يلا يلا الله برنس برنس. طب وبعدين؟ تنط هنا كده جنب. ايوه في خطه عايز اعملها، ينفع والله ممكن تظبط. الله 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 عليك يا ابو اللذاليز، شيل 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 يا زعيم فراش اللي اتقرب، شيل ده كمان. حلو كده انا عصينا المفتاح، نروح بسرعه يلا، اهم حاجه بس الكابتن ده يبقى معلق جوه. انت فين يخرب عقلك؟ حد خد حد في الادوات والله. طب عارف مكمبر فين ده؟ سيبك منه يا عم، اهم حاجه بس نبوظ الجزئيه دي بس كده زي العسل. اهدف اي حاجه، اهدف الاغواص هنا لغايه ما البتاع ده يبوظ، وبعد كده ننزل تحت ناخد المفتاح في الفرن اللي رميه الشاي.
ناخد دورك كمان. يلا ابو لزريز خد كمان اهدف، خد كمان اهدف. يلا على قد ما تقدر. المفروض بقى ننزل تحت ونبص كده سريعه سريعه. يا رب يكون انجزنا، واهم حاجه بس اخينا يفضل مكمبر زي ما هو. اهم حاجه خليك انت كابتن بيا بيا. اقعد افتحينا يا اخي. واو لسه سخن، لسه سخن، سخن 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 سخن. والله ما فاهم له حاجه. المهم خلينا نكمل زي ما احنا غلطت، مش زرع عنب. يلا بسرعه نحط كمان صناديق. حط يا معلم صناديق، حط كمان صناديق، خد 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 وحط املم، حط ده كمان زي العنب. خلينا نشوف كده سريع سريع. يا ربي بس يفضل محشور زي ما ناخد المفتاح وننطلق بعد كده الخطوه اللي بعدها. ما تسكت يا شيخ تخرب عقلك. وهذا فين دي؟ اعوذ بالله انا كنت مستخبي ولا مستخبي ورا السطر السخنانة. كمل 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 اهم حاجه احنا ماشيين زي العنب. الله 100 100 لسه سخنه. ايه انت تستهبل؟ يلا يا جدع حرام عليك، دي نزلت للصفر هنا. حلو خدنا المفتاح اخيرا. يخرب عقلك برضه انت تاني. خد بقى يا معلم بس كده زي العسل. لا 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 المفتاح المفتاح. استنوا يا غربان استنوا يا اصحاب. الفقري شافنا، الفقري شافنا. خليك انا مكانك غلط، انت بحدودك. بقول لك ايه يا ابو الغراب، خليك حلو عايزين نكسب. ابص ايديك اطلع ابو لزريز. اوعى ابو لزريز لا يكر. وصلنا ال 100,000 لايك يا معلم. علوب يا انا. بسرعه بسرعه بسرعه. اي خدمه والله الكوت شلني بس الحمد لله ابو لزريز قدر يعملها. طب وبعدين هتطلع ازاي وحش؟ بيني وبينكم مش عارف. هي دي المعضله. محتاجين شويه بوكسات. يا غربان الكلام على ايه؟ لو نطلع جنب لفوق. نسيت حوار الحبل. الله على الذكاء. صح. يا رب يكون موجود ما كنتش الاخبار فيه. الله عليك يا وحش. الله عليك يا وحش. عيب عليك انا هراب انا. تحترم ولا زريز؟ اللي بيقول هيكسب يعني بيز اللي هيكسب. بقالك اكتر من 3 ساعات عايز افوز عليك يا خضار. يلا. صوروني مش مشكله، اهم حاجه مع الحبل بس. لا لا ما تطلعش منه حاجه تانيه. لا لا هي مفتريه. تعالي بدا الاكشن. يلا ايوه الحمد لله. كمل ربي بس معاه هنا كمان. يلا نط جنب. الله عليك يا وحش الله عليك يا وحش. ايه رايكم اغلى عالي؟ اخيرا هنشوف الحقيقه. دي كانت منين دي وكانت امتى؟ ايه حط الحبل كده خلاص كانت مسك. يا رب يا سلام اديله باللذريز. يلا 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 كمل كمل. بص يا معلم. يا حرام عليك يا جدع. نط جنب تاني. اوعى تتحرك مكانك. ابو لزريز عايز يفوز يلا. بس شفتني منك لله. كي ناخد الحب نعملها مره تانية. والله وحش نعمل البرجح. يلا واحد يلا واحد اثنين. ايزي رايح فين؟ اوكي ظبطت. الدنيا ظلمت. والله الدنيا ظلمت. اعوذ بالله اول ما دخلت جوه. اقفل الباب. اوكي افتح اقفل الباب. بقوله بقى موارب كده للباب. حاجه غريبه. اوكي ما اعتقدش ان هو يقدر يطلع لنا هنا. ولو طلع تبقى مصيبه بيني وبينه. اوكي عندنا كرسي صغير. دور هنا. ايه ده؟ ايه ده بالزباله؟ يا عم اخلع بالزباله بتاعتك دي. هنا مفيش ادوات. انا مسكت حاجه غريبه صح؟ الكابل يا عم امشي يا عم. الكابل مش عارف هيفيدنا دلوقتي ولا ايه الكلام؟ اوكي اوكي اهلا وسهلا. بدلة الغراب حبيب قلبي. تعالى حبيبي. في صوت غريب الباب بدا يخبط. ايوه خبط يا ولا زريز. هو على وين عليه؟ ما تخضرش اكتر من انا خاطر. هنبدا نتحرك. اوكي كمل زي ما انت. الغربان كلها عامله عصابات هنا. الله عليكم. لا والله كابتن مستنيين. انت فينك من بدري يا جدع؟ يلا اوكي ينفع نط جنب؟ وين؟ بص مبروك عليك. احلى مكسب ده ولا ايه؟ والله رقي نشف عشان اقدر اعديها. كانت اصعب حاجه الكود. الخراب حالف ما يروح يكتب الكود. المهم اللي احنا عرفنا نفوز في الاخر. وابو لزريز كسب في التحدي زي ما انا تحديتكم. الحمد لله قدرت افوز. بس خلينا نشوف بقى وصلت ال 100,000 ولا لسه. طبعا انا قبل عندنا في عجبكم الفيديو تنسوا تجربوا اللايك واتمنى انكم تشتركوا معايا في قناه الانستغرام معانا. المره الجايه فيديو جديد مع ايزي تيوب جيم. يلا سلام.